شهد للنبي صلى الله عليه وسلم أو علم صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وما أتى به حتى أهل الكتاب. قال ابن الجوزي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس فقال: أخرجوا إلي أعلمكم، أي من أهل الكتاب، أخرجوا إلي أعلمكم. فقال عبد الله ابن صوريا فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال أحدهم هو عبد الله ابن صوريا، فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلى بهذا الرجل فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناشده: أتعلم أني رسول الله؟ وهو أعلمهم عندهم. قال: اللهم نعم، اللهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، مكتوب عندنا، ولكنهم حسدوك. هكذا: ولكنهم حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ أنا ذا الكلام الأثرني، ذاك مؤثر ومؤلم، لكن الكلام البعض هذا مؤلم شديد جدا ومخيف. قال: فما يمنعك أنت؟ أوكت حسدونهن، أنت ما تسلم وتعلن الإسلام وتعلن إن علي حق. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. يمكن يسلموا، أنا بعد شنو بسلم. أخرجه مختصرا البخاري في الجزية والموادعة وفي غير موضع من صحيحه. الكلام ده يا جماعة مخيف جدا، ترك الصدع بالحق خوفا من شنو؟ من قومه، وانتظر حتى يسلم قومه وهو يعلم أنهم حساد حسد، فانتظر حتى يسلموا ليسلم، وما أسلموا وما أسلم في هذا الوقت الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهذا الكلام مؤلم للغاية، وفيها أن الإنسان لا يلتفت إلى الناس وإنما يصبر على أذاهم، فاصبر على ما يقولون. والدين يا جماعة، احنا مشينا بعض القرى وجدنا أن هذا الأمر يحتاج أحيانا إلى شجاعة وإلى قوة. مرات قرية تكون فيها ناس على ضلال ويعتقدوا في شيوخ ويعتقدوا في أموات عقيدة باطلة، وإنت تكون براك، لازم تواجههم، يحتاج إلى قوة أحيانا هذا الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. الدين ده مرات داير قوة، مش تكون ماشي بالحيطة كاتل ظلك، مرات تكون قوي في الحق لأنه داير مواجهة، لأن الذي يأتي بالحق يقف بينه وبين بين الناس وبين أهوائهم، بتقف في النص. أفكلما جاءكم رسول، خليت رسول، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. واصبر، بيجوا فيك ناس البيت والناس البر وكذا، وانت معاك الأدلة الحمد لله، اصبر. شوفوا يا جماعة المراحل المر بها الرسول عليه الصلاة والسلام: يموت أبوه وهو حمل، وتموت أمه وهو ابن 6 سنوات، وتموت وهو في الطريق إلى مكة، ويحضر صلى الله عليه وسلم حفر قبرها وهو يراها، ويدفنها صلى الله عليه وسلم ومعه أم أيمن وهو ابن
سنوات. تتخيل المسائل دي. وانظر إلى تربية الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وإلى حفظه له صلى الله عليه وسلم. لأنه يا جماعة التربية التوفيق أولا وآخرا من الله تعالى. قال تعالى عن المؤمنين وعن عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله لو رباك سبحانه وتعالى التربية الدينية فإنك تكون من خير الناس، ولو تركك الله سبحانه وتعالى وأعرض عنك واجتمع الآباء والأهل على تربيتك ما استطاع. شكي دائما أولادك اسأل الله أول شيء يصلحهم، بعد ذاك انت يتخذ الأسباب، سوقنا المساجد، درسهم كتب. ليه يا جماعة البيوت دي ما في مجلس بتاع مدارسة بتاعت كتب في البيوت؟ ليه الزول ما يجيب زوجته وأولاده ويقعدوا في ترابيزة ويقروا كتب نافعة بدل مسلسلات وتومان جري وفيسبوك وبلاوي وواتساب وأشياء، والبنات يمرقوا متبرجات والناس يتأثروا بالعلمانية وكذا. ربي ولدك على الدين، لأنه الآن في هجمة شديدة على الدين. هسي نحن جايين في المواصلات، قبل ما نلاقي واحد من إخواننا اسمه عبد الباقي، قبل ما نلاقي ركبنا عربية في الرادي مشغلين واحد يحارب في مسألة من مسائل الدين، وهو طبيب. واحد داخله في الرادي غش عليه قال له الدليل كذا وكذا وكذا، والأئمة الأربعة قالوا كذا ودين رأوا كذا وكذا، وجاب له الأدلة. الطبيب قال له طبعا أنا طبيب لكن برضو متفقه في الدين، وبقى ينجر وينجر في الرادي. احنا لا لمينا في شكله ولا لمينا في الرادي نخش عليهم بمكالمة، وإلى الله المشتكى. ناس يحاربوا في الدين باسم الدين ومن داخل أهله. الناس ذي ليه بيعملوا كذي؟ ليه ذيل اللي عندهم أفكار والواحد عامل فيها عنده ذكاء وعنده عقل وعبقرية ما تخش في كتب النصارى توريهم التناقضات بتاعتهم، ما تخش في كتب اليهود وتوريهم ضلالاتهم الحرفوها، ما تخش في كتب أهل الباطل من الشيوعيين والعلمانيين وغيرهم والشيعة والروافض وأهل الضلال وترد عليهم. ليه ما تهاجم إلا الإسلام وما تهاجم إلا صحيح البخاري وكذا وكذا؟ ليه؟ شكاية جماعة زول ولده يربي على الدين من صغير. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله وفاة عبد المطلب، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكفله أو كان يحتفظ به صلى الله عليه وسلم. توفي عبد المطلب باختصار شديد جدا، ودفن بالحجون، وهو ابن 82 سنة، عمره 82 سنة، وقيل أنه ابن 110 سنين، ويقال 20 سنة. الثلاثة ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يعني في بعضهم قال عمره 82 سنة، وبعضهم قال عمره 110 سنوات، وبعضهم قال 120 سنة. طيب، لما مات عبد المطلب كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، عمره 8 سنوات. وقد أوصى عبد المطلب ولده أبا طالب بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان يحرص على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم مدة 43 سنة. شوف الفترة دي، من عمره 8 سنوات لحد ما تم عمره 51 سنة، ومع ذلك لم يسلم. ورأى العجب ورأى العجائب ورأى الأدلة الباهرة الناصعة البيضاء، ودافع عنه ظاهرا وأحبه
وكان يعطف عليه، بل في مختصر السيرة بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حوصر أبو طالب ومعه أهله 3 سنوات. تخيل زول مشرك بدافع عن أعظم داعي إلى التوحيد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، 3 سنوات. قال صاحب المختصر: حتى إذا جاء الليل سمع الناس صياح النساء من الجوع، ومع ذلك لم يتنازل أبو طالب 3 سنوات. وهزل جسده وهو كبير في سنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت على الدين. دي برضو فائدة يا جماعة للداعي إلى الله تعالى، كون زول وقف معاك العاطفة ما تخليك تخلي شنو؟ الدين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ده زول مشرك وديل أهلي والناس يوقفوا معاي أنا أقوم أخلي شنو؟ الدعوة ولا أنا أرخي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إلى آخر الآيات.